<clears> ha <throat> you <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أه، تحية عطرة إلى جميع المتتبعين طبعا الحال المغاربة أو غير المغاربة اللي متبعين معنا هذه المواضيع اللي كتنشر دائما قناة شوف تيفي القناة الأولى على الصعيد الوطني طبعا الحال كان مجموعة من المواضيع الاجتماعية السياسية الثقافية الإنسانية أيضا ف آه بطبيعة الحال آه مؤخرا آه خدينا واحد المبادرة كقناة شوف تيفي للحديث آه حول واحد الموضوع اللي هو تابعته دائما موضوع يعني ديال الاخ ابراهيم او المرحوم او الشهيد ابراهيم ان آه ان صح التعبير او القول فالغريق عند الله سبحانه وتعالى يعتبر يعتبر يعني شهيد عند الله سبحانه وتعالى فالأخ إبراهيم إبراهيم ابن مدينة الدار البيضاء جاء لمدينة الناظور هو وصديقه وكذلك ابن عمه حسب ما صرحت به العائلة ديال ديال المرحوم ابراهيم اولا باسمي وباسم قناه شوف تيفي وباسم كذلك الصحفيين في مختلف دول العالم ومدن المملكه المغربيه نقدم التعازي التعازي الحاره الى عائله المرحوم ابراهيم ونقول لهم الله يصبركم وبطبيعة الحال لله ما أعطى ولله ما أخذ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الأخ إبراهيم من الشهداء ومن إن شاء الله الشهداء طبعا الحال فالأخ إبراهيم ما كانش ناوي أنه غادي يقال هذا الواقعة هذه وما كانش كذلك العائلة ديال إبراهيم كتوقع ان النهايه ديال هذا الشاب المحبوب في الحي ديالو المحبوب عند العائله المعروف بصفاته الجميله وطبعا الحال معروف كذلك بالخصال ديالو بالابتسامه ديالو كما كنقولوا يعني ديك الاجواء الرائعه مع الاصدقاء ديالو كمثل باقي ابناء مدينه الدار البيضاء طبعا الحال عز عليهم انهم يضحكوا عز عليهم انهم يخرجوا يسافروا الى غير ذلك فشاءت الاقدار ابراهيم انه يبرمج واحد الرحله واحد الرحله اللي آه آه للاسف الشديد رحله ليست كباقي الرحلات ديال الشباب المغاربه فرحله ابراهيم كانت مختلفه برمج هو وطبعاً الحال هو والصديق ديالو وابن العم ديالو انهم يجيو الى مدينه الناظور بغرض انهم سياحة الى غير ذلك حسب احد المعارف ديالو اللي قال. لكن كان ابراهيم خبر بعض الناس انه ينوي الهجره فحلم الهجره يراود ابراهيم منذ فتره طويله حسب ما صرحت به احد الاخوات المتصلات ف تقول هي انها ما كانتش عارفه انه العائله ديالو الى غير ذلك فكتبقى الروايه ديالها هذه دي. تصدق تكون كت كد... تقدر تكون صحيحه او تكون كذيبه فابراهيم طبعا الحال شدوا الكار وانا على نسخه من السفر نسخه من فيديو السفر لابراهيم واحد الاصدقاء ديالو طبعا الحال عبر حافله النقل الوطني طبعا الحال اللي من مدينه الدار البيضاء في اتجاه مدينه الناظور <applause> ابراهيم طبعا الحال دوزوا واحد الايام هنا في مدينه الناظور ليقرروا يعني التسلل الى الثغر المحتل عبر منطقه ميامي شاطئ ميامي المعروف ان هذا الشاطئ الناس من اجل السباحه وكذلك تيولجوا الحراقه من مختلف مدن المملكه المغربيه باش انهم يضربوا الدوره ويدخلوا لمدينة مليلية فشاءت الأقدار شاءت الأقدار شاءت الأقدار أن المرحوم إبراهيم طبعا الحال الجدة ديالو تخرج من بعد يومين فكنا نشرنا خبر على أساس أنه ماشي هو ذاك السيد لأن المعالم دياله الوجه ديالو طبعا الحال غير واضحة وحتى الملابس لقينا صعوبة حتى في التواصل معه بعض الاخوان من العائله ديالو للاسف الشديد حنا كنا اصحابنا غادي نلقاو بطبيعه الحال بعض الناس من العائله ديالو ابن العم ديالو اللي كان هنايا وصاحبه يقولوا لنا يسرعوا لانه تعطلوا بزاف تعطلوا بزاف على باش نتعرفوا على الهويه ديالو فطبعاً الحال الاتصالات ديالي مع الناس ديال ومع المحسنين تما والاخ يوسف الاخ يعني مجموعه من الاسماء بلا ما نذكر السميات لانه ديك فاعلين خير ما بغاوش يتعرفوا ف... كانوا يوميا تتصلوا بي تيقولوا لي اخ محمد ارجوك اخي مقراش شوف لنا غير شنو كان لابس شوف لنا غير شنو شنو الصفات ديالو شوف لنا غير شنو فكنعيط لبعض العائله ربما راه تيستمعوا في هذا اللايف هذا كنعيط وكنقول لهم سيروا عند ولد عمو يقول لنا غير شنو كان لابس واش هاد التريكو هذا اللي كاين في الجوده واش ديالو ماشي ديالو فبقينا 3 ايام يومين عاد عرفنا بانه ديك الاخر وبالرغم من ذلك مو البارح ومو البارح يعني ما كناش متاكدين يعني, يعني كانت الامور يعني الناس اللي في مليليه كيتصلوا كي بي تقول لك اخويا مقراش الله يرحم الوالدين واش هو واش ماشي هو راه السيد راه يقدر يمشي ما غاديش يعني يعرفوه غادي يصدقوا دينو عندهم واحد الطريقه تاع الدفن عندهم الحرق عندهم مجموعه من الاشياء فهذا الشيء احنا كمسلمين ما مولفينش به كنسمعوا الناس يحرقوا الناس كذا كذا المسائل فللاسف الشديد ما كناش بغينا نوصلوا لهاد المرحله هذه لكن اليوم مور البارح يعني قلت للسيد قلت للسيد خصك ترجع عاوتاني لمستودع الاموات سي يوسف ولا ما عرفتش السميه ديال داك السيد قلت له خصك ترجع ضروري خصك ترجع باش تشوف الامور كي غاديه تما وتشوف الاخر قلت له راه عنده الخاتم وعنده الكورميت وعنده لي باك في السنان ديالو فاكد لي في المره الاولى انه لا ما عندوش لي باك في السنان ديالو لان السنان ديالو ما باينينش هو حساب له ما عندوش السنان ديالو ما عندوش السلك في السنان ديالو المره الاولى قلت لهم لا راه ما عندوش السلك اذا ماشي هو لكن المره الثانيه رجع عاوتاني صور وصيفط لي صيفط لي اذا بي انني كنشوف واحد المنطقه هنا في الفم ديالو كنشوف واحد المنطقه في كنشوف واحد النقطه هنا في السنان ديالو كتلمع فقال لي هذاك هو السلك قلت له نعم راه هو السلك طبعا حتى اتفقنا على الهضره هذه فزاد اكد لي انه الخاتم باقي عنده في اليد وزاد اكد لي ان الجورميت عنده في اليد فاذا ابراهيم اليوم بشكل رسمي يعني بشكل رسمي وبشكل 100% تعرفنا على الجثه ديالو فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته وان يتقبله من الشهداء وفي الحال انتم عارفين الاحاديث نتاع الرسول عليه الصلاه والسلام انه الغريق طبعا الحال التي يموت في البحر ولا في الواد ولا شي حاجه فيكون شهداء عند الله سبحانه وتعالى فعن ابي هريره رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسه المطعون المبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وقال رسول الله عليه الصلاه والسلام في حديث اخر من مات غريبا أو غريقا مات شهيدا طبعا الحال هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فمن مات غريبا او غريقا مات شهيدا فنسأل الله فنسأل الله أن يتقبله من الشهداء <applause> وان يصبر اهله الوالد ديالو قبيله كان عيط لي لكن كنت مشغول شويه كنت في اللايف عندي كان عندي اللايف وكنت عندي خدمه مع شي ناس شي خدمه مهمه بطبيعه الحال فكان اعتذر الاب ديالو انني ما جاوبتوش قبيلات فغدا غادي نتصل به وبطبيعه الحال راني عطيت لهم الارقام ديال الاخوان ديال الناس اللي في مليليه باش انهم بيناتهم من مالهم الخاص غادي يجمعوا بيناتهم ان شاء الله وغادي يديروا له جنازه عن الطريقه الاسلاميه يعني هناك مقبرة في مليلية وهذه المقبرة فيها العائلات ديالنا فيها الناس اللي كنعرفوهم يعني فيها العائلات ديالنا مدفونين تما ما قدروش انهم يخرجوهم من المغرب فاضطروا انه هاد الناس يدفنوا تما بطبيعة الحال كذلك الاخ ابراهيم سيدفن بمليلية بطبيعة الحال هذه اخر ما كاين يعني الاخ ابراهيم سيدفن بالطريقة الاسلامية وهذا شيء يفرح بطبيعة الحال خص العائله ديالو آه الحمد لله يفرحوا انهم لقاو الجثه ديالو وهي صعيبه هي صعيبه انه الفراق ديال الابن او شي حاجه لكن الحمد لله بطبيعه الحال تم العثور على الجثه ديالو وتم كذلك الوصول الى الهويه ديالو والله يصبر الوالده ديالو فهذه رساله إلى كان غادي تدفن بطبيعه الحال غدا انا غادي نجاوبكم بطبيعه الحال غدا غادي نقول لكم شنو راه كاين تما وغادي نحضروا الجنازه ان شاء الله من وراء السياج السياج ديال الحدود ديال مليليا فغادي تدفن ابراهيم في مقبره سيدي ورياش مقبره سيدي ورياش الكائنه بمدينه مليلية المحتله هذه المقبره جات حدا الكرياج ديال مليليا يعني كاين مقبره هنايا كاين الكرياج كاين العسكر هنايا ومن هنايا كاين مقبره المسلمين يعني سيدي ورياش مقسومه على جوج مقسومه هذه المقبره ديال مليليه هنا المسلمين ديال مليليه والمسجد وكاين في هاد الجهه عاوتاني مقبره دي المسلمين ف دي العائله ديال ابراهيم العائله ديال الاخ ابراهيم الا كانوا بغا يجيو يحضروا يجيو يحضروا الجنازه اللي بغا يحضر الجنازه ديال الاخ ابراهيم فغادي ينسقوا مع دوك الاخوان ديال مليليه اللي غيديروا الجنازه ويجيو يدخلوا من جهه المغرب من مقبره المغرب باش يحضروا الجنازه نتاع الابن ديالهم اللي غادي ما يكونوش بعاد عليه بواحد المسافه نتاع واحد ال 200 متر او 300 متر يعني غادي يشوفوا الناس في كتدفن الابن ديالهم ويعرفوا المكان للمقبره باش المرنا القدام اذا كانت شي فيزا شي تاشيره دخلوا اسبانيا ولا داروا شي فيزا بطلب انهم يشوفوا القبر ديال ولدهم ولا شي حاجه يكونوا عارفين المكان يكونوا عارفين المكان فهاد الناس الله يجزيهم بخير الناس ديال مليليه فهو ابناء مدينه الناظور وهذا ليس بالشيء الغريب على ابناء مدينه الناظور فابناء مدينه الناظور وقفوا مع مجموعه من الناس في سبيل الله وهذا الشيء ما لكن ضروري باش نشكروا هاد الناس لاننا في المكان كنمشيو كنلقاو المغاربه واقفين مع خوتهم المغاربه فبالرغم انك تشوف الناس بعض مرات المناطق الى غير ذلك في الصراعات الى غير ذلك لكن ابناء مدينه الناظور ابانوا اليوم عن مجموعه من الاشياء كذلك احد الاخوان بولاد ميمون احد الاخوان بيولد ميمون الذي يعني استضاف الاب ديال الاب والام ديال الاخ ابراهيم واحسن احسن الضيافه فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجازيه ما نذكر السميه ديالو احد التجار بمدينه الناظور الله يجازيه بخير طبعا الحال اللي وقف معاهم لله وكنبغي نحيي بطبيعة الحال هذا التاجر هذا الله كتر من خيره والله يزيد له الحال وهذا الشيء اللي معروف على اهل هذه المنطقه هذه فكما قلت لكم العائله نتاع الاخ ابراهيم إذا كانوا تيسمعوا فيا بطبعه الحال دابا رانا لهم الرقم وغيتكلفوا دوك الناس بالجنازه ان شاء الله الجنازه تكون على الطريقه الاسلاميه وغادي يكون القبر ديالو في سيدي ورياش بمقبره سيدي ورياش بمليلية فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبله من الشهداء والرسول عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث من مات غريبا او غريقا مات شهيدا فالحمد لله إبراهيم تقبل الله من الشهداء الحمد لله كان ينوي تغيير المكان تغيير البلد تغيير إلى غير ذلك لتحسين وضعيته الاجتماعيه إلى غير ذلك فهو كان حلاقا متمكنا كان فنان إن صح القول في مجال الحلاقه لكن شاءت الأقدار أن يتوفى غريقا وهو في طريقه إلى مدينه مليليه المحتله فالاخوان التي في اللقاء طبعا الحال البحر البحر لا ي, لا لا يضيف ال, 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 الانسان او البشر الا بعد أيام فكيف ما كان وزنك او كيف ما كانت قيمتك فالبحر لن يرحب بك يرحب الا بعد يومين او ثلاثه ايام فالبحر كما بغيت تكون وخا تكون فيك طلعت القناطر و تغرق في وسط البحر فكن على يقين ان البحر غادي يرميك يرميك للشط لانه هكذا هي طبيعه البحر وهكذا هو البحر عبر التاريخ فكما بغيتي تكون يومين ثلاثه ايام غادي يرميك البحر مباشره الى شط الى شط الناس اللي كتسولني في في الواتساب في القاو في القاو طبعا الحال البحر يعني تي يعني البحر لقى سيفيل لقى الاخوان ديال الشرطه مشكورين طبعا الحال الاخوان ديال الشرطه ديال مليلية سواء اسبان اسبان مسلمين او غير مسلمين فاتصلوا بنا وطبعا الحال كنشكر واحد المترجم تاع الغوارديا سيفيل اللي هو تابع الشرطه نتاعهم اتصل بيا وقال لي خويا محمد فوالا هاللي اللي كاين هل اللي كاين هل كاين فانا بدوري خبرت العائله ديالو وخبرنا الاخوان تما اللي كاينين تما والحمد لله خمس ايام ست ايام بانت الجدة وتم التعرف عليه كنتمنى الله يصبر العائله ديالو خويا نبيل اهواري البوسنان مرمي مي غتنضر والسين غو ماينو نبيل ترج غيوذا نزي مريتش الاجراءات بور كيدك يعدو الاجراءات يعدو المحكمه باش تسلم للجو تنسن باش تماد راح دقني بشكل قانوني اه غادي ينضر دي سيدي وارياش دي المقبرة سيدي ورياش ان شاء الله غالبا غدا هاني غير عصا والسين غو مرمي التفهم أه... الجواب ان شاء الله ذي ما ان شاء الله اتصلك الاخوان واش داك الاخ اللي من طنجه لا خويا لا ماشي من طنجه فهذا من كازا ابراهيم خونا من كازا كنا نشرنا القصه ديالو ونشرنا مجموعه من الاشياء فاخوتي هذا هو الخبر اللي عندنا هذا الاخر ما غاديش نكثر عليكم اليوم لانه النفسيه ديالنا شويه محطمه شويه من جهه العائله ديالو ومن جهه العائله ديال ابراهيم الاصدقاء ديالو فبين ليله وضحاها او عشيه وضحاها الاخ ابراهيم يعني كيفقدوه فنسأل الله سبحانه وتعالى فالأخ إبراهيم الإخوان ماشي من طنجة هو من مدينة الدرب البيضاء جا الناظور وأبحر من الناظور لكن ما سعفوش لحد أنه يوصل لمليلية فكما قالك قال صحابه غوت الغوتة الأولى الغوتة الثانية كنظن أنه هبط في الماء بسبب أنه شي مرض ولا شي حاجة المهم ما عرفناش القصة الحقيقية بقى يومين ثلاثة ايام رماها البحر بطبيعه الحال جده ديالو ما عقلوهاش الاخوان <applause> لان البحر تيكرف شويه البحر فاش تي كتغرق فيه ما تيخرجكش بالملامح ديالك يعني كتكون الصفه ديالك شويه من دايره مع الرمله والحجار الى غير ذلك فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبله من الشهداء خوتي ما بغيتش نكثر عليكم نبغي كلشي الناس نبغي كل الناس اللي كاين هنايا يعني. نتوما 610 الناس ارجوكم دعيو لخونا ابراهيم ارجوكم في لي كومونتير دعيو مع خونا ابراهيم ودعيو يصبر الله العائله ديالو كاقل ما يمكنك ان تقدموا في هذا البث المباشر فدعيو مع خونا ابراهيم بالرحمه والمغفره فابراهيم طبعا الحال يسالكم الدعاء يسالكم الدعاء وكذلك في الجنازه ديالو غادي لكم بطريقه مباشره بالنسبه للعائله اللي ما غاديش يحضروا العائله اللي ما غاديش يقدروا يحضروا آه سأتكلفوا ساتكلف انا نيابه على العائله نتاع الاخوان ديال ابراهيم طبعا الحال غدا غادي نتصلو بهم غادي نعاود نتصل بالاب ديالو وغادي نطلب منه طبعا الحال باش اننا ندوزوا هذه الجنازه بشكل مباشر آه للعائله ديالو اللي ما غاديش يحضروا فكنتمنى ان شاء الله انه آه تكون جنازه تكون شي آه جنازه بطبيعه الحال آه على الطريقه الاسلاميه ان شاء الله كما وعدنا الاخوان اللي كاينين في اللي كاينين اللي كاينين في في مليليا الاخ ما عرفتش الساعه اخو ابو اميمه ما عرفناش الساعه اخويا اللي غادي يتدفن فيها ولكن غادي نجيب لكم التاريخ النهار ونجيب لكم التوقيت ديال نيشان باش انكم تحضروا الجنازه حتى نتوما خوتي وهذا الشيء اللي تيسن الاخ ابراهيم اننا الدعاء الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه بطبعة الحال كل شيء كيدعيو الاخوان هنا كل شيء كيدعيو مع الاخ ابراهيم الاخ ابراهيم كان انسان بشوش بطبعة الحال حسب الشهادات ديال الاخوان ديالو ديال العائله ديالو الى غير ذلك كنصحكم الشباب كنصحكم اخواني الشباب كننصحكم اخواني الشباب اللي كتجيو الناظور مدينه الناظور ما تشوفوش انها قريبه من مليليه تقولوا صافي راه غرياج ولا شي حاجه فامبوسيبل طبعا الحال صعيب 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 بزاف وكننصحكم انكم ما تغامروش كننصحكم انكم ما تغامروش ويعني باش تضرب المسافه من ميامي حتى الدور مليليه تقريبا واحد الامطار هي كتبان قريبه ولكن فاش كتدخل البحر الاخوان راه البحر راه غير الناس العزاز عليه تياخد غير العوامه ديال العالم خداهم البحر فما بالكم عاد ببنادم اللي غادي يجي و... لانك فاش كتكون فاش كتعوم في المدينه ديالك فاش كتعوم في عين الدياب ولا كتعوم في شي بلاصه ولا شي حاجه راه كل يكون البحر تما هايج وهنايا كالم فما تعرفش البحر سيرتو فاش دخلو هما الاخوان دخلو البراهيم والاخوان دخلو في الليل فدخلو في الليل وانت ما عارفش المنطقه والمواج والخلعه والستريس وخايف يعني النفسيه ديالك ما غادياش ما غاديش تسبح نيشان فالانسان اللي تيسبح تيكون عنده واحد الراحه فللاسف الشديد للاسف الشديد ما كنبغيوش نشوفوا الشباب فالجوتات كثيره تيرميها البحر الاخ ابراهيم عنده واحد الحظ انه العائله ديالو قلبات عليه ودغيا دغيا فتنو عليه ودغيا دغيا نابط هاد دل... طبعا الحال كاعلاميين حنا درنا المجهود ديالنا والمجهود الحال الله سبحانه وتعالى كملنا في هذا والاخوان المحسنين والاعلاميين والصفحات الى غير ذلك لكن اخوتي كاين ناس اللي حاليا ما بانوش عاد حاليا كاين ناس عام عامين مازال ما بانوش كاين ناس اللي ولادهم جاوا المليليه يدخلوا المليليه ما بانوش حاليا و خويا ابو اميمه مجموعه من الناس اللي دخلوا عندي مجموعه من الناس اللي دخلوا عندي في التليفون صيفطوا لي التصاور نتاع ولادهم عام ما بانوش تصور ما بانوش مشاو للبحر ما نهائيا واش وصلوا اوروبا الله اعلم واش يعني ل... ما عرفت شنو وقع لهم بالضبط مجموعه من الناس اللي سافروا يتصاوروا ولادهم هما غير الشباب غير الجمال تبارك الله ديال هاد الشباب هادو من خيرة الشباب ديال المغرب فالاخ ابراهيم طبعا الحال جثه ديالو الحمد لله بنت فطبعا الحال سيدفن بالطريقه الاسلاميه وهذا الشيء اللي فرحني بزاف لان الجوده راكم عارفين الجودات عند الاسبان ولا عند فرنسا ولا عند دولة اخرى راه ما كتسناش انك تدفن ولا شي حاجه فطبعا الحال يحرقون الطريقه الى غير ذلك فداكشي العادات اللي عندهم والى غير ذلك من الاشياء اختي جميله كانت كتب لنا عدنان حنا ما كنهضروش على عدنان اختي حنا ما كنهضروش على عدنان اختي كنهضروا على الأخبرين فارجوكم الشباب الناس اللي كتجي ابناء مدينه فاس بالخصوص مكناس الرباط كازا ورزازات تنغير كلشي ولادكم راهم هنا في الناظور هنا. هنا في الناظور في الشوارع ديال الناظور تيستعدوا انهم يمشيو كاين في برينصار كاين مجموعه من الشباب الاطفال اللي راهم حاليا هنا في الناظور هنا ارجوكم سولوا على ولادكم سولوا على ولادكم سولوا على ولادكم قبل ما يفوت الفوت راه كاين الناس اللي عندها 14 عام 15 عام راهم في برينصار وبعد مرات كنحشم انني نصور كان حشم انني نصور في البث المباشر بعد المرات ندوز على الحراقه جالسين هكذا كيتسلقوا في الكاميونات وبغي يريسكيو كنحشم فبشحال من طفل ابن مدينه فاس مكناس الى غير ذلك وجاده كذلك قطعت له الرجل كانت قطعت له الرجل كاين اللي دار الحديد كاين اللي مات مؤخرا واحد الكاميون ديال رالي دكار ولا رالي الصحراء ولا ما عرفتش جاوا تيفوتو من الناظور باش يدخلوا مليليه دخل تحت الرويضه دا الكاميون داز عليه توفاه مشى فارجوكم اخوتي مدينه الناظور مدينه جميله كترحب بالجميع طبعا الحال الخبز تاكلو تاكلو هنايا ولكن اخوتي بهذه الطريقه اللي كنشوفو مؤخرا والله العظيم الا الدموع تنزل قسما بالله كتشوف بنادم عنده 14 عام لاصق في كاميون الرموك وذاك الرموك بعد مرات تيفرين على غفلة باش يطيحو تيطيحو الدراري على الراس ديالهم اخر واحد كنت مشيت تزرتو في السبيطار كان دارو الحديد جمعو له شي ناس الحديد <applause> واحد الحاج من الناظور لاباس عليه الحمد لله الله من خيره دارو الحديد تقريبا شي 3000 درهم ولا 4000 درهم الحديد في الرجلين ديالو وداك السيد كنعيطو لباه ممسوقش مسوقش كنعيطو لمو ما يمكن مطلقين باه مطلقين وما مسوقين لوش كنعيطو غير واحد خو قالك واحد يومين غادي يجي عاد واحد يومين غادي يجي عندو عاد وفي السبيطار ملي تما واش غادي نقول فارجوكم اخوتي ارجوكم حاولوا على وليداتكم كاع الناس فقيره وما عندهاش القوت اليومي الى غير ذلك لكن ما تصيفطوش ولادكم لمدينه الناظور بغرض الهجره صيفطوا للعمل صيفطوا شي حاجه الى غير ذلك راه حتى مليلية ديال من السلعه حتى راه تسدد دابا طبعا عشان تصيفط ولدك ولا بنتك تصيفط الناظر ما عرفتش ما كاينش سبب مقنع اه ارتفاع نسبة البطالة زادت ومجموعة من الأمور اللي زادت في مدينة الناظور فما كاينش معنى أنك تصيفط ولدك لمليلية ولا تصيفط ولدك هنايا لأنه ما كاينش من يدخل أولا يعني صافي مليلية سدات مليلية حنا بناء الناظور ما كنقدروش ندخل لأن دابا الحدود مع الكوفيد راهي سادة إلى غير ذلك فأرجوكم حاولوا حاولوا ما تصيفطوش ولادكم القاصرين هنايا يعني للموت كتصيفطوهم للموت للاسف الشديد بعض الناس كنعيطوا للوالدين ديالهم ولدك راه هنايا يعني كيقول لك لا خليه صافي خليه يدبر على راسو ففاش وصلت الحاله ان الام تقول لك خلي ولدي يدبر على راسو تما علامه استفهام كبيره الشرطه والسلطه الدرك كلشي داير مجهودات تيرجعوهم في الكيران حتى الولاد زيان كيحطوهم تما في ديك الليله تيرجع في الكارت اللي هنا عاوتاني فاش تصيفطوا ولادكم حاولوا انكم تعرفوا انهم غادي يرجعوا لكم واحد النسبه قليله تاع واحد في المئة هذا الشيء اللي خصكم ديروه فاش ولدكم ولدك الناظور ولا تصيفطي بنتك الناظور فعرفي انها ما غاديش تولي لك بنسبه واحد في المئة لان اغلبيه الناس اللي كنلقاوهم هنايا فكل عام وفيات كل عام وفيات وبعد الناس 3 سنين اربع سنين هما مليوحين هنا في الشوارع عند النظر هنايا والحاله ديالهم ما نقول لكمش. <applause> الحاله ديالكم ما نقول لكمش شنو راه واقع الاطفال ديال الشوارع حنايا اللي منتميين لهاد المدن اللي قلت لكم اذا ارجوكم ارجوكم حنا جبدنا الموضوع نتاع اخ ابراهيم وطبعت الحالة هذه فرصه باش ننبهو العائلات نبهوا العائلات ديال نبهوا العائلات المغربيه نبهوا العائلات المغربيه لانه هذا الموضوع عينا منه وبكثرة ما كنشوفوا هذا الشيء ولا تيجينا عادي كنت واحد الوقت كندوز بالسياره من دوبلي والكاميون كنت كنشوف كنبقى متابع كنشوف يعني كنقول وليت دابا كنشوف داك المنظر كندوز ديريكتوم لانني تعودت كنشوف هذا الشيء تقريبا هذه 10 سنين وحنا كنشوفوا نفس المنظر السيد تيطيح تيتهرس من العمود الفقاري ديالو تيتهرس دي من رجلين واحد ديك المره ضربو طاكسي واحد الحراك ضربو طاكسي ولا هرس له خرج له هذا العظم هاد العظم اللي عندنا هنايا خرج له كامل ولقيته مليوح في السبيطار فما فهمتش ما فهمتش واش ولادكم ولا ما عزش عليكم ما فهمتش هاد الامهات اللي تيصيفطوا ولادهم والاباء واش عندهم قلب ولا عندهم شي حاجه اخرى الله اعلم فللاسف الشديد اخوتي والله العظيم يعجز اللسان على البوح بهذه الكلمات بهذه المناسبه الحزينه بهذه المناسبه اللي ما كناش كنتوقعوا انه غيجي شي نهار وغادي نشوفوا شي واحد من خيرة الشباب تاع مدينه الدار انه يغرق بمدينة الناظور أو يغرق بالبحر ديال مليليا ولا بطبيعة الحال إبراهيم كان ينوي الدخول إلى مليليا بطريقة كما بغات تكون صدق دخلها بواحد الطريقة ودخلها دابا بجثة للأسف الشديد كان ندخلو بعدا على الأقل كنا غادي نقولو بعدا راه غامرو ولكن للأسف الشديد للأسف الشديد اذا شكرا لكم على المتابعه دمتم في رعايه الله تعازينا الحاره لعائله لعائله ابراهيم بمدينه الدار البيضاء اسفي ومختلف الإخوان اللي عيطونا فالجنازه ربما تكون هذه الايام او هذا الشهر هذا الى غير ذلك فطبعا الحال هناك اجراءات هناك اجراءات هناك اجراءات كدار عبر الشرطة عبر المحكمة إلى غير ذلك فهذه العملية نتاع الدفن إلى غير ذلك ياسير <applause> ياسير المشكل هادوك اللي كيشجعوا الأطفال على الهجرة السرية عبر مقطع هناك صفحات هناك صفحات للأسف المؤسسين ديالها كاينين في الخارج حاليا من دوك الشباب بعدا وغدا يعني المهم غادي نقولكم لكم ما بغيتش نهضر في واحد الموضوع نخليه حتى لغدا ونهضروا فيه الناس اللي كتيق في دوك الصحاحات راه 130 مليون قضيه الناس 130 مليون على الحراقه على الناس بغاو يهاجروا من الناظور قضيه فيها 130 مليون مازال ما خرجتش للصحافه مازال ما كاين حتى شي حاجه غادي نحاولوا نطرقوا لها ان شاء الله حاله الاختفاء اصبحت هاجز هاجز كبير في كل الاسر فالله يستر واحد ولادكم واحد ولادكم اخوتي وحذو الفيسبوكات ديالهم حدوا الانستغرام ديالهم حديو مجموعه من مواقع التواصل الاجتماعي كاين صفحات تشجع على الهجره كاين الناس دايرين القنوات فلاشين يوتيوب تشجعوا على الهجره السريه لا من الدالية لا من طنجه لا من بليونش لا من الحسيمه لا من تزاغي لا من الناظور هذه السواحل كامله الشمال فكاينين صفحات تحمل هذه الاسماء بغرض الهجره فارجوكم حذاري ثم حذاري انا كنهضر الاطفال كنهضر الاطفال اللي تيمشيو وما تبانوش و الامهات ديالهم يعني تيهبلوا عليهم فارجوكم خوتي ارجوكم حاولوا على راسكم وحاولوا على وليداتكم هناك خبر عاجل هناك خبر عاجل وما غاديش نقوله غادي نخليكم تدخلوا القناة شوف تي في الصفحة شوف تي في ما بغيتش نهضر ما بغيتش نصدم المغاربة عندي خبر عاجل وصلني دابا وما بغيتش نصدم المغاربة غادي نخلي الإخوان ديال طنجة حنا كنهضروا على إبراهيم ملي لقاو الجثه ديالو في مليليه اما عدنان الخبر تلقاوه في الخبر تلقاوه في... في شوف تي في شوف تي في لا باج اوفيسيال ماشي هذه لا باج اوفيسيال غادي تلقاو الخبر ديال عدنان اللي من طنجه فان لله وان الى راجعون ما بغيتش نصدم المغاربه حاليا في هاد الاثناء لانني عندي خبر عاجل غادي نخلي الاخ عبد الملك هو اللي غادي في هذا الموضوع هذا ديال الاخ عدنان او المرحوم عدنان الطفل الذي اختفى بمدينه طنجه فان لله واني الى راجعون توفى في هذه الاثناء هناك قربله كبيره كاينه في طنجه ما نستمر في هذا الموضوع لانني طبعا الحال ما غاديش نقدر نكمل الموضوع حنا في الاخ ابراهيم استقنا في واحد الموضوع اخر وانا كن بالعاجل حاليا فإن لله وإنا إليه راجعون لا لعائلة إبراهيم ولا لعائلة عدنان من طنجة لا حول ولا قوة إلا بالله لله ما أعطى ولله ما أخذ مع السلامة